السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله رب العالمين لكروموسوم الابنورماليتي اللي تحدثنا عنها. في عندنا كروموسوم الابنورماليتي لها علاقة بالستركتشر، كمان لها علاقة بالنمبرينج. فوضحنا في المحاضرة السابقة إنه في عندي إشكاليات في النمبر، سواء كان يعطيني أنيوبلويدي انكريز نمبر أو ديكريز نمبر أوف ذا سيت أوف ذا كروموسوم، أو ممكن يحصل عندنا اللي هو بوليبلويدي إنه يكون في عندي السيتس increase. يعني زي ما ذكرنا مثال two sperm can fertilize one egg for example. الايوبلويدي بلويدي هو عبارة عن مصطلح انه ده normal number of the chromosome that we are live with. تحدثنا كمان عن نقطة أخرى انه في عندنا بيحصل على مستوى الكروموسوم النيوبلويدي non disjunction، وذكرنا انه هذا البروبلم في non disjunction انه ممكن يحصل عندي في ميوسيس نمبر 1 ميوسيس نمبر 2، أو ممكن يحصل عندنا خلال عملية الميتوسيس. وقلنا بيحصل عدة إشكاليات، ممكن يحصل على مستوى داون سيندروم، باتوا سيندروم، إدوارد سيندروم. طبعا كل واحدة لها علاقة في كروموسوم معين من ناحية الترانسوم زي ما احنا شايفين عندنا في هذا الموضوع. كذلك في عندنا برضه ظاهرة أخرى اللي هي كلاين فلتر سيندروم وتيرنر سيندروم. ممكن يحصل عندنا إكسس نمبر أوف ذا إكس كروموسوم، تمام، أو ممكن يحصل عندنا في التيرنر سيندروم ليكينج أوف 1 إكس كروموسوم، يعني بيحصل عندنا 45 كروموسوم بيكون في الحالة هذه اللي هو السيلز. ممكن يصير عندنا كمان إشكالية تريبل إكس سيندروم إكسترا إكس كروموسوم، أو مثلا يكون عندي واي أن إكسترا واي كروموسوم. يعني وكأنه بتحصل تكون عندي أن السبيرم صار عندي شيفتنج للإكس واي، أو مثلا عندي صار عندي عفوا في التريبل إكس إنه في عندي 2 إكس توجذر، في عندنا سبيرم مع أوفا فيها إكس، هذا اللي بيحصل عندنا بشكل او باخر. مثلا موضوع الواي واي بصير عندي دوبليكيشن للواي كروموسوم، تمام، وضلوا هذول الاثنين مع بعض الواي كروموسومز توجذر في وان سبيرم، بيحصل عندنا عمليه الفيرتلايزيشن في اوفا في عندنا اكس كروموسوم، وهيك بيحصل عندي اكس واي واي. على كل بشكل عام طبعا موضوع الاوتوسومال انوميلي فيش داعي نتعرف على الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم، بس من باب المعرفه انه في عندنا هذه التايبس الموجوده عندنا، الداون سيندروم والادوارد سيندروم والباتوا سيندروم. في عندنا كمان بصير ديليشن حاجه بسموها كرايد وشات سيندروم، اللي هو الاشخاص بكون عندهم صفه انه كانه بيعمل صوت زي بكاء القطط. هذه الصوره بتوضح لي انه في عندي انا داون سيندروم، في عندنا مالتيبليكيشن عفوا انكريز نيو بلويديز 47 كروموسوم اكس واي بلس 22 وين 21، هاي عندي 21، هاي 1 2 3 كروموسومز اوف واي. نقطه اخرى طبعا بيحصل عندنا ان جنرال لما بيتحدث على ممكن طبعا الفيميل يحصل عنده داون سيندروم والميل داون سيندروم. ان جنرال الداون سيندروم ممكن يحصل من عده شغلات، بقول لي موستلي 95% من الحالات تحصل في ميوتيك نون ديسجنكشن خلال عمليه الميوسيس. قلنا ميوسيس سواء كان 1 او ميوسيس 2 بصير عندي شيفتنج في الكروموسومز توجذر. ممكن يحصل عندنا 4% من خلال روبرتسونيان ترانسلوكيشن، انه بيحصل عندي مثلا كروموسوم 21 بيجي بيشبك على كروموسوم 14 زي ما ذكرنا، تمام، فكروموسوم 21 مع 14 تمام، وعندي في الاصل كروموسوم 14، فلما بروح عندي الكروموسوم 14 مع 21 وفي عندي كمان ال 21، هذول بكونوا موجودين عندي في سبيرم او في اوفا، تمام، اللي بدك اياه سواء هنا او هنا، وصار في عندي كونتاكت مع اوفا فيها 21 كمان، تمام، معناها حيحصل عندي تريبل 21 كروموسوم، هذا بسموه روبرتسونيان ترانسلوكيشن. في روبرتسونيان بيكون في عندي جوينت باللونج ارم بتاع تو كروموسوم مثلا 14 مع 21 فور اكزامبل. كمان ممكن يحصل في الميتوتيك ديسجنكشن انجلر. هنا موضوع الفيتشرز من باب المعرفه، فيش داعي يعني من باب العلم ليس الا فيتشرز، كيف يعني اطلع على الفيتشرز بتاعت الناس اللي عندهم داون سيندروم. الترايسومي برضه نفس القضيه، في اللي هم كلينيكال بيكتشر زي كليفت ليب اللي هو عباره عن الشفه العنبيه، تمام، ولهم اذر كاركتر. بالنسبه لهدول الناس طبعا عندهم سرفايف تقريبا 3% منهم انتل 6 مانس، تمام، بضلهم عايشين. رير سرفايف تو ادلتود، في الناس قليل بيكونوا عايشين لفتره طويله من العمر.
ادوارد سيندروم اللي هو في عندي ترايسومي، في عندنا مشاكل اللي بتحصل عندنا الترايسومي على 18، وهنا ممكن يصير عندي كروموسومال بروبلم على مستوى ال 18 ويصير عندي السنترال نيرفس سيستم مالفورميشن. على السريع كذلك نعدي على موضوع الاكس كروموسومز والواي كروموسوم. طبعا متعارف عليه احنا كروموسوم، في عندنا الميل فيلد الميل كلاين فلتر سيندروم، في عندي 47 كروموسوم، ممكن يكون في عندنا هذا ال 47 كروموسوم، او يكون عندي مثلا تيرنر سيندروم 45 طبعا كروموسوم. اوكي الواي كروموسوم از كروشال ان نورمال ميل، طبعا هذا الكلام متعارف عليه لانه في عندي انا سكندري ديفلوبمنت للسكشوال اورجن، طبعا لابد يكون في عندي جينز على الواي كروموسوم ريسبونسبل فور. طيب لكن هل هناك الاكس كروموسوم ممكن يكون عليه شغلات ممكن تساعد في هذا الامر؟ طبعا اكيد ممكن يكون في هناك ريسبونسبيلتي من هذا الموضوع على الاكس كروموسوم. اوكي طبعا نمبر اوف جينز على الواي كروموسوم از مور مور ليس ذان نمبر اوف جينز على الاكس كروموسوم، هناك تقريبا في الواي عندنا 50 جين، في الاكس كروموسوم ممكن يصل 1500 جين بشكل او باخر في هذا الموضوع. طبعا والواي كروموسوم احنا عارفين مسؤول عن الجنادل والجينيتال ديفلوبمنت ان جنرال. اوكي جنرال فيتشر بشكل عام الناس اللي عندهم بروبلم على مستوى السكس كروموسوم ممكن يكون عندي مشاكل على مستوى الجروت ريتارديشن، او في عندنا في ريبرودكشن انومالي، ممكن يصير عندي طبعا سبونتينوس ابورشن بشكل او باخر. وذكرنا منهم المونوسومي ترايسومي ممكن يكون على مستوى الاكس كروموسوم على مستوى الواي كروموسوم، هذا الكلام ممكن يكون موجود عندنا، والكلينيكال بيكتشر حاولوا تطلع عليهم من باب المعرفه. اوكي التيرنا طبعا سندروم نفس القضيه، في عندنا مشاكل اللي بتحصل عند هذول الناس انه بصير في عندنا الفيميل لما تكون عندها داون سندروم عفوا تيرنر سندروم ممكن يكون عندي ايدنتيفيكيشن لهم في خلال البيرت، او ممكن يبين هذا الكلام خلال بيفور بيوبريتي بشكل عام هذه الوضعيه. وهذا الكلام ممكن يحصل لنا بنسبه 1 ل 4000، كل 4000 ممكن نلاقي فيه عندنا واحد صار كان عندهم من الفيميل تيرنر سندروم. كلاين فلتر سندروم انه في عندنا 47 كروموسوم اكس اكس واي، طبعا لهم سيرتين كاركتر هذول الناس، ممكن عندكم عندهم مشاكل في الانفيرتيليتي، مشاكل فيش عندهم سبيرم ازوسبيرميا او ليتل اور نو سبيرم ريتارديشن، في بعض الاحيان في عندهم سوشيال ليميتيشن، في عندهم جاينيكو مسيا يعني كومسيا سفيتشر اوف سام بيشنتس، يعني بعض الاحيان في بعض من البيشنت تعين الكلاين فلتر عندهم تضخم في البريست، ممكن يكون هذا الامر موجود عندهم. ان جنرال باب المعرفه بيقول لي هنا كروموسوم الابنورماليتي among spontaneous abortion، يعني ايش الكروموسوم الابنورماليتي البرسنتج بتاعت كل حاجه من هذه الاشياء اللي ممكن تكون تعمل لي spontaneous abortion، منهم طبعا التيرنر سيندروم، ممكن الناس عندهم تيرنر سيندروم، بعض الاحيان اذر سكس نيوبلويد ترايسومي ترايبلويد تترابلويد، عارفين ايش معنى ترايبلويد تترابلويد اللي هم تضاعف المجموعات، يعني بتضرب عندك ترايبلويد 23 ضرب 3 تترا 4 ضرب 23، في هذا النمبر ممكن يكون موجود عندي. والري ارينجمنت طبعا ممكن يحصل عندنا مشاكل فيه سواء كان بالانس او ان بالانس، قلنا ممكن يحصل عندي نوع من الاكسبشن في هذا الموضوع. نيجي لنقطة أخرى في هذا الجانب اللي هو في عندنا طبعا فراجايل اكس سيندروم، فراجايل كلمة فراجايل هش، يعني وكأني أنا لو أجي طلعت تحت الميكروسكوب هلاحظ إنه الإكس كروموسوم لوك لايك يعني وكأنه كروموسوم بده يعني ينقسم أو ينكسر بشكل أو بآخر، هذا ملاحظ كملاحظ من هذا اللي بسموه فراجايل. المهم إيش طبيعة المشكلة هذه؟ المشكلة طبيعتها إنه أنا في عندي إشكالية في الإكس كروموسوم عند موقع معين، في عندنا هناك جين اسمه اف ام ار 1 جي على إكس كروموسوم. إيش اللي بصير عندنا في هذه منطقة معينة اللي هي عبارة موجودة عندي في اللونج آرم، هذه المنطقة تمام، في بكون فيها مشكلة، والمشكلة هذه طبعا ممكن تحصل في الإكس كروموسوم في الميل تمام، وكذلك تحصل عندي كمان في الفيميل بريشيو مختلفه بشكل او باخر. طيب في هذه الاريا تمام في عندنا تراي نيوكليوتايد ريبير، تمام عندنا ايش تراي نيوكليوتايد
عندنا تراي نيوكليوتايد ريبير. طبعا المنطقة هي عبارة عن الاكس كيو 27.3 بس من باب التأكيد. اذا في عندنا في اللونج ارم في الباند نمبر 2 سب باند 7 سب سب 3 تمام، في عندنا ريبيتد سيكونس موجودة عند تريبل سيكونس اللي هي من سي جي جي. سي جي جي عبارة عن كودون، يوجد هناك عدد معين من الكودونات عندنا بشكل او باخر تمام، وهذا امر طبيعي يحصل، ممكن يصل ل 40 ل 20 30 ماكسيمم 45 50 بشكل عام يحصل عندنا هذا النمبر. اتس اوكي نورمال بيكون عندي هذه الريبيت. ايش اللي بيحصل عندنا هنا؟ انه في حالات معينه ممكن يصير انه في جنريشن لجنريشن وكانه بيجي بيقول لي هنا المشكله هنا وكانها نوع من الدوميننت، بحيث انك انت تشوف الفراجيل الكروموسوم. يعني بعض الاحيان ممكن يكون انت الفادر عنده هذا النمبر، او سواء كان المادر عنده هذا النمبر، لكن مثلا تيجي عندك اللي هو الدوتر او الصن على سبيل المثال تحس انه النمبر بدا يزيد. يعني ممكن يكون النمبر اوف ريبيت يصل ل اكثر من 55، ممكن يصل عندي ل 200، من 45 ممكن يصل تقريبا ل 200. لكن لو كان عندي انا مثلا وصل 40 الريبيت او 50 الريبيت مش هلاحظ انه في عندي بيكتشر لانه نورمال، لكن قلت صار عندي مثلا 60 65 ممكن يحصل عندي اشكاليه معينه كبيكتشر تمام. هذه الاشكاليه تعمل لي بشكل او باخر بروبلم تمام، لكن تكون نوعا ما خلينا نسميها انتر ميديا بشكل او باخر. لكن بصير عندنا بعض احيان انه النمبر بزيد، ممكن يصل عندي مثلا 200 230 ممكن يصل ل 4000. في الحاله هذه بقدر اقول انا صار عندي ابروكسيميتلي طفره، او صار عندي نوع من الميوتيشن، او صار عندي اشكاليه خلينا نسميها في هذا الريبيت الموجود عندنا بشكل او باخر. وكانه بيقول لي انا انه من جينيريشن لجينيريشن ممكن يحصل عندنا هذا بسموه عمليه الانتسيبيشن، كل جينيريشن ممكن يزيد عن الاخر فان نلاحظ هذا الامر. طبعا هنا في الحاله هذه وكانه بيقول لي في هذه المنطقه لما بكون عندنا هذا الجين موجود عندنا في هذا الكودونز بالشكل هذا، فهذا حيعمل عندي اللي هو ارضيه انه يحصل عندي عمليه الميثيليشن لمين؟ لهذا الريجن تمام، وهذا حيعطل عندي هذا الجين. والجين هذا طبعا بيعطيني بروتين، والبروتين بدوره مهم جدا تمام. هذا البروتين اوكي مهم جدا بشكل او باخر لانه حيعمل لي ترانسكريبشن لسيرتين جين تمام. معناته هذا البروتين اللي موجود عندي اف ام ار بي تمام، هذا عباره عن بروتين بيشتغل از ترانسكريبشنال فاكتور لاذر الاذر ميتابوليزم تمام، له علاقه في اللي هو البرودكشن او الترانسكريبشن بتاع اذر مثلا جينز تمام. فهذه الجينز المسؤولة عن الليرنينج، مسؤولة عن الميموري تمام، مسؤولة عن الكونتاكت بتاعت السينابس بتاعت النيورونز. اذا هذه الجينز تمام اذا ما صار لهاش هناك عملية اللي هو ريجوليشن زي الناس، معناته حيصير في عندي مشكلة في عملية البرودكشن بتاعته، وهذا الكلام ممكن يؤدي طبعا انه يحصل في عندنا بروبلم. حتى الناس اللي عندهم بعض الاحيان ممكن يكون عندهم اوتيزم نوع من القصر، ممكن يكون سببها اجاني من خلال وجود فراجايل اكس سندروم. فراجايل اكس سندروم انه هذا اللي قلنا مره اخرى الجين اللي بيعطيني هذا البروتين فيه بروبلم، فمعناته الترانسكريبشن لبعض من المسنجر ار ان اي اللي لهم علاقة في إنتاج بروتينات معينة حيكون في عنا مشكلة، سواء كان في الميموري في الليرنينج أو في الديفلوبمنت بشكل أو بآخر أو في النيورال السيركت. إذن عبارة عن X linked dominant problem with reduced spin trans. Reduced spin trans من باب إيش؟ إنه كأنه أنت بتحكي لي إني أنا ممكن في الجيل القادم ما لقيش عندي أنا هذا النمبر بزيادة، لكن الجيل اللي بعده ممكن يكون أكثر نتيجة كونديشن معين بشكل أو بآخر تمام. اذا هذا اللي هو مختصر الحديث على الفراجايل اكس سندروم تمام. وبنزل ما ذكرنا انه عباره عن اكس لينكد او اكس لينكد دوميننت بروبلم وي كان فايند ان جنرال.
النقطة الثانية هنا، في عندنا بعض من المصطلحات abbreviation من باب العلم، انه نعرفهم على اساس نفسر ايش معناتهم. لو طلعنا عدة examples هنا، some common abbreviation، لو طلعت انا مثلا عندي هنا 46 XX او normal male normal female، لما الاحظ كلمة سن معناها في بحكي عن سنتروميل، ديل معناته في عندي ديليشن. يعني لو انا اقول لك مثلا عندي 46 اكس اكس ديل 5 بي، والله انا صار عندي ديليشن في اللي هو شورت ارم على كروموسوم نمبر 5. هنا در، بعض الاحيان كلمه در 1 انه صار في عندي ترانسلوكيشن، صار في ترانسلوكيشن جزء من كروموسوم نمبر در 1، كروموسوم نمبر 1 موجود في اذر لوكيشن، تمام، من هذا الكروموسوم نمبر 1. داي سي اللي هو داي سنتريك كروموسوم، ممكن بعض الاحيان تلاحظ انه يكون عندك ترانسلوكيشن لجزء من الكروموسوم مع السنترومير تاعه، تمام، ويحصل انه ينتقل لكروموسوم اخر ويكون عندنا اللي هو از 1 كروموسوم و 2 سنترومير، تمام، زي ما يكون عندي داي ديك او دي اي سي، تمام، اكس واي ترانسلوكيشن كروموسوم ويد سنترومير اوف ذا اكس اند واي كروموسوم. دابليكيشن دب عفوا دابليكيشن، تمام، في انا فراج فراجايل سايت، يعني بقول لي انا في كروموسوم عندنا عنده 46 كروموسوم، تمام، ميل عنده فراجايل اكس، يعني عندي الكروموسوم اكس تاع الميل في عنده فراجيلتي، بغض النظر طبعا قديش طبيعه اللي كمية الفراجيلتي اللي صارت، وطبعا كمية الفراجيلتي لها علاقة، كل ما زاد عندي ريبيتد سيكونس كل ما زاد عندي الفراجيلتي. ايزو كروموسوم اللي هو عندي كروموسوم مثلا 46 اكس كروموسوم، ايزو كروموسوم اكس كيوب 10، وكأنه في عندي تو لونج ارم اوف اكس كروموسوم توجذر، هاي المقصود في ايزو انسيرشن اديشن اضافة انفيرجن، انه ممكن يحصل عندي انفيرجن. انفيرجن المقصود فيه اللي هو عبارة عن ايش، عملية تغير في البوزيشن بتاعت الكروموسوم، يعني ممكن قطعه في الشورت ارم صارت في اللونج ارم، قطعه في اللونج ارم صارت في الشورت ارم على نفس الكروموسوم. احنا قلنا هذا الكلام ممكن يكون عندنا باراسنتريك وبيريسنتريك، لما باجي بتحدث على انفيرجن بين الشورت ارم واللونج ارم معناته ان بيريسنتريك، لكن لو كان عندي في اللونج ارم الون معناته في عندي باراسنتريك ان جنرال. انا بقول لي انفيرجن ثلاثه، يعني الانفيرجن صار في كروموسوم نمبر ثلاثه في ما بين اللونج ارم والشورت ارم. ماركر كروموسوم يعني عبارة عن ايدنتيفايد، في عندنا مثلا وجود هناك سيرتين اريا موجودة بس ما صارلهاش ديفرنشيشن او دي يعني ما صارش ايدنتيفيكيشن لها بالشكل الصحيح. مات ماتيرنال اوريجين يعني 46 47 اكس واي بلس درايف 1 مات، يعني وكانه اجاني كروموسوم من اللي هي مين ماتيرنال اوريجين ميل وذ اكسترا كروموسوم، عندها اكسترا كروموسوم، تمام، اللي هو كروموسوم نمبر 1 بيجيني من وين؟ من المذر، بي شورت ارم بات ماتيرنال اوريجين، كيو لونج ارم ار اللي هي كلمه الرينج، واحنا عارفين ايش معناتها الرينج، انه انا في عنا صار نوع من الديليشن لسيرتين تيبس موجوده عمليه رينج كروموسوم. وروبرتسونيان عارفين ايش معناته روبرتسونيان ترانسلوكيشن، روبرتسونيان مثلا عندي انا بين 13 و21 صار في عندي اللي هو وجود كروموسوم 13 مع 21، تمام، وفي عندنا روبرتسونيان وفي عندنا ايش ريسيبروكال ترانسلوكيشن، يعني روبرتسونيان يعني عندي لونج كروموسومز توجذر، تمام، عندنا لونج كروموسوم توجذر يعني لونج كروموسوم موجود عندي زي هنا ريونيون اوف ذا ات ذا سنتروميريك ريجون اوف كروموسوم 13 و21، خاصيه دول الناس اللي عندهم اللي هو اكروسنتريك كروموسومز. ترانسلوكيشن تيرمينال اور تيليمر، انه في عندنا 46 اكس ديليشن صار في مناطق التوليمر، تمام، ديليشن ديستال او تو بي 21، اوكي، انه صار في عندنا ديليشن في الاكس كروموسوم في مناطق الكيو 21. هذه عباره عن مصطلحات ممكن احنا نلاحظها ونتعرف عليها بشكل او باخر، يعني ممكن نطلع على هذا الفيجر، اكيد لابد يكون هناك سؤال على طبيعه تعريف بهذا البوزيشنز الموجوده عندي، او تعريف بهذا الديفينيشن او هذا الاستراكشر ايش معناته.
الاكزامبلز بالنسبة لموضوع الكروموسومال ابريفيشن. في عندنا حديث آخر هنتحدث فيه إن شاء الله على الجينيتيك فاريشن والبوبوليشن جينيتكس وعلاقة البالانس ما بين الأليل فريكونسي والجينوتايب فريكونسي. هذا إن شاء الله بنخليه لمحاضرة قادمة. يعطيكم العافية.